الشعب اللي في الامارات كله ما نودي ان يسمع الوافد ان يسمع شيء يجرح نفسه ويجرح خاطره ابدا، ولا يرضينا الا اللي يتكلم بالكلام الطيب وبالتقدير وبالاحترام، هذا اللي من المواطنين يرضينا ويفرح. واللي يعرف الغربه وسار في دار الغربه يعرف حق الغريب. على الجدران آيات قرآنية وتهان بمناسبات دينية إسلامية، وفي واجهة المحل يشمخ تمثال صغير لمريم العذراء يحتضنه هلال، لوحة تحمل في تفاصيلها الضاجة بالأنسنة سر خلطة التعايش الإماراتية الفريدة التي يعز مثيلها في عالم اليوم المشوش بالتشاحنات. جاي تاريخ الإمارات 12/9/75، واحتضنتني الإمارات، وأولادي ولدوا هنا وتعلموا هنا 2 دكاترة في مستشفى الزهرة، ما شفناش إلا الخير من الإمارات وشعب الإمارات. فهذه المنمنمات الصغيرة التي تمثل مفردات اعتيادية في يوميات العم نصح المسيحي المصري تقودنا لعوامل الجذب الحقيقية التي تجعل من الإمارات وطنا لكل من آوى إليها مهما كان لونه أو دينه أو لسانه، فالجميع هنا ينطق بالإنسانية لغة يعلو صوتها على كافة التباينات. ما فيش كلمة مسيحي هنا، في إنه بني آدم اللي بتعامل معاك. وما قصة نصحي سوى تفصيلة صغيرة في سرديات الحياة الإماراتية المحتشدة بمعاني التعايش والتسامح والانصهار لمجتمع سطر أحرف حدثته مبكراً حتى قبل عقود من اختراع الألماني يوهان غوتنبرغ آلة الطباعة الحديثة، أحرف نقشت على الأرض منذ حضارة أم النار الخالدة واكتشافات جزيرة صير بنياس وغيرها من المواقع الأثرية التي تعود للعصرين البرونزي والميوسيني بأبوظبي وغيرها من إمارات الدولة، تنبئ جميعها بأن هذه البقعة من الأرض بتلاحمها وتنوع جغرافيتها مجبولة على الاحتواء، احتواء كل من يشد الرحال إليها من أصقاع الأرض كافة، لا يجد منها سوى البشاشة والترحاب آن حللت أهلا ونزلت سهلا. فكان التوافد الذي بلغ ذروته باحتضان الإمارات لأكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم، سحنات متنوعة وألسن متباينة تدين جميعها بدين التسامح. التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح؟ نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده ما نتركه. على أرض زايد الخير، الجميع إخوة تربطهم عرى الإنسانية المصونة هنا بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يرتكز على مفهوم المواطنة الحديثة كأساس للتعامل بين البشر، وهي ذات القيم التي رسختها قيادة الدولة عبر قوانين تدعم حرية العبادة والاعتقاد، ما جعل جميع من في هذه البلاد يشعر بالانتماء إليها مفاخراً العالم أجمع بأنه يعيش في رحاب دولة القانون التي لا يتعرض فيها أحد للتمييز لدينه أو لعرقه، فالناس هنا سواسية في الحقوق والواجبات. إحنا في دولة الإمارات مش عندنا كنيسة واحدة، في أكثر من كنيسة، في كل إمارة تقريباً كنيسة، ودي مدية حرية العبادة حتى إن الواحد ما يتكلفش عناء إني أروح لإمارة تانية علشان أصلي. يعني شعب كل إمارة بيتمتع بوجود كنيسة، وده من كرم وسماحة
شيوخنا اللي بيدوا أكتر مما نسأل أو نطلب، هم دايما مبادرين وسايبين حرية اعمل اللي انت عايزه. يعني ما فيش على مدار العشر سنين اللي فاتوا في وجودي في دولة الإمارات ان في يوم من الأيام قال لي حد، بعت لي قال لي تصلي امتى او تتوقف امتى، بل بالعكس هم اللي بيبادروا دايما وبيشجعوا دايما وبيشاركوا دايما وفي جميع المناسبات، وألاقي فعلا مبادرات غير عادية من الحب اللي الواحد فعلا بيتمتع بيها لما نيجي نقول احنا في بلدنا. احنا فعلا في بلدنا، لان ما فيش حرية للعبادة افضل من اللي احنا بنتمتع بيه. تعايش واضح، تعايش بين الجميع واحد، الحياة حلوة، يعني ما في تفرقة. بنروح على الكنيسة يوم الجمعة بعد الظهر بعد الساعة 6 المساء، بننزل نسمع الأذان كل يوم قريب من بيتي. الحياة جدا طبيعية، ما حدا ولا مرة مثلا بالأسانسور أو بالعمل أو بالشارع أو بالمول سمعنا أي كلمة من شخص تاني. مثلا أحيانا بكون حاطط سنسلتي وصليبي برقبتي مثلا طالع من فوق القميص، ولا مرة سمعت حدا أنه مثلا أشر علي بإيده مثلا أنه ليك هذا الشخص مسيحي إيه ولا لا، ولا أبدا. They all respected each other, the both communities, the local people and the Hindus. So there was no division or divide as such during those years. بيد أن أمر التسامح والتعايش هنا يسير على أرض الواقع حذو الحافر مع التشريعات في تسوق فريد يجسد سيمفونية إماراتية خالصة عنوانها الانسجام بين مكونات المجتمع بأديانه المختلفة. فقد سرت روح القوانين وتغلغلت في أعماق التركيبة الديمغرافية الفريدة حتى باتت كنائسه تجاور المساجد بزهو. لا فرق بين مسلميه ومسيحييه إلا بالبذل والعطاء الذي يؤهل كلا منهم لبلوغ مراميه. شعب الإمارات باني في كل إمارة كنيسة وبيدفع فلوس الكهرباء، الإمارات هي اللي بتدفع فلوس الكهرباء تبع الكنائس، الله يجزيه، ما فيش كلمة مسيحي. Back in India, we used to, you know, our cousins used to tell us, come over here, oh celebrate Holi here, oh celebrate Diwali here, but now we can proudly tell them, you know what, you come down to Dubai and see how we celebrate Holi. ففي الإمارات لم تكتف الدولة بإتاحة حرية العبادة لأتباع الأديان المختلفة، بل بسطت أياديها كل البسط لتسهل عليهم أمور دينهم، مثلما وضعت لهم أسساً لتيسير شؤون دنياهم. فدور العبادة مفتوحة للجميع برعاية من الدولة التي لم تتوانى عن دعم الجميع وتسهيل أمورهم. إتاحة حرية العبادة وتهيئة دورها لتستقبل المؤمنين من جميع الأديان كانت خطوة في مسيرة التسامح الإماراتية التي سرعان ما انتقلت من القوانين والمواثيق المرعية إلى الشوارع لتجول بين الناس ميثاقا شعبيا يراعي الخصوصية ويحترم الاختلاف ويبجل الآخر بثقافته المغايرة، ليتحول التنوع إلى عنوان باذخ تتضافر فيه معاني التواشج التي تفضي جميعها إلى معنى واحد هو أن تحظى بالعيش في الإمارات. مع كل خطوة يخطوها القادم إلى هذه الأرض تتفتق تساؤلات عديدة حول هذه الروح بالغة الخصوصية التي لن تجدها إلا في ديار عيال زايد، حيث تسري في أوصال المجتمع ومضات التسامح. ولكن سرعان ما تأتيك الإجابة على لسان أبناء البلد أن هذه أخلاقنا، دون أن يكملوا العبارة أن ائتنا بمثلها. فهم يتوسمون الخير في جميع بني البشر، يحتفلون معهم بأعيادهم ويشاركونهم تفاصيلهم كأبهى ما تكون الأخوة الإنسانية.